ما بيقدروا يفرقوا أبدا بين الكذب والحقيقة. تركيني تركيني. أنسي مهيني، ليش جبتيني على هي الغرفة؟ أنت بدك تشوفي حقيقتي مو هيك؟ عادي، هاي هي حقيقتي. أنا جيت لهون لخبي هاللعبة. لشو؟ لأنه هاي كانت لعبة بنتي، أنا ما معي مصاري، لهيك جيت وفتت على غرفة المخزن وجمعت شوية شغلات لأعمل لها هاد الفستان. هاد الفستان رح يطلع حلو على اللعبة. شوفي أنسة، لما بتطلع فيكي بحس حالي كتير مرتاحة، مثل كأنه في شخص كان ضايع من زمان ورجع لي. كيف يعني؟ يعني إنه وجودك بهالمكان ذكرني ببنتي، لأنه بنتي كانت مثلك تماما. كانت؟ ووين هي هلأ؟ هي بمكان ما بقدر روح وأعطيها هاللعبة، هي بمكان بين النجوم بالسما. قصدك إنه هي موجودة مع أمي هلأ؟ لأنه أمي كمان موجودة بين النجوم بالسما. أمك بالسما وكمان بنتي، اتنيناتهم فوق. متأكدة إنه أمك وبنتي رح يصيروا رفقات كتير مع بعضهم فوق بالسما، مثل ما نحن صرنا رفقات هلأ. شو كان اسم بنتك؟ هي مشان بنتنا اللي رح تولد قريبا، آريا. كان اسمها آريا. كتير حلو هذا الاسم. آرو هي بتعني العالم بالنسبة إلك، هي حياتك. من هلأ ورايح كل لحظة رح تخليك أقرب وأقرب لكراهيتي. مين بيقدر يعمل هيك شي حقير لك أخي؟ مين اللي ممكن يكون سمم الشوكولا؟ ليك، معقول تكون مايا عملتها؟ مايا؟ مايا ممكن تعمل أي شي، بس هي بالسجن من 5 سنين، لو طلعت برا كنا عرفنا هذا الشي. بدي شوف المقطع كمان. أنا لازم أقابل السيد أرجون شارما بأي طريقة. ممنوع المقابلات بهذا المكان. تفضلي. أخي كم مرة بدك تشوف نفس الفيديو؟ خلينا نحاكي الشرطة هلأ ونخبرهم بكل شي صار. شو رح تعمل الشرطة يا أيان؟ حتكون ضياعة وقت، ونحن ما معنا وقت أبداً. كل الدلائل موجودة بالمقطع، بس ما عم بلاقي شيء. رح كبر الصورة شوي وعيد المقطع. شو صار أخي؟ أخي لوين رايح أخي؟ أخي
سيد أرجون شارما، مين انت؟ كيف فتي على المعمل؟ حرس، يا حرس! رجاء بترجاكم اسمعوا لي لحظه. اسمي أنيتا فيرما، انا طبيبه بسجن النساء المركزي. حراسك ما خلوني فوت وقت طلبت شوفك، بس لما ورجيتهم بطاقتي الطبيه ساعتها سمحوا لي فوت. انا بدي اقول لكم شيء ضروري كتير ومهم. ما يا هربت من السجن؟ مستحيل، كيف قدرت مايا تهرب من سجن عليه حراسة مشددة؟ هي مزحة أخي، ما هيك؟ هي ظاهرت إنها ماتت. مايا أثبتت بشي طريقة إنها ماتت بقلب السجن وحطت تيابها على سجينة تانية وشعلت النار بالمشرحة، كل الجثث تفحمت. كطبيبة نفسية أنا بعرف ماضيها منيح. أنا عالجت مايا لخمس سنين كاملة، لهيك أنا عملت فحص حمض نووي لكل الجثث، وهذا هو تقرير الفحص. ما في ولا عينة من الحمض النووي ترجع لمايا. مايا قدرت تهرب بعد ما ضحكت على كل العالم. بمجرد ما قدرت أخذ نتيجة الفحص جيت لهون على المعمل لحتى أخبركم بكل شيء. خبر هروب مايا من السجن لسه ما انكشف لهلأ، الشرطة عم تدور عليها بكل مكان. ما في داعي إلكن قديش خطورة مايا. مايا حدا كتير خطير، رجاء انتبهوا على حالكم كتير وعلى الأشخاص اللي بيهموكم كمان. مايا مستعدة هلأ أنه تأذي أي حدا، هي هي خطتها بالخمس سنين الأخيرة، وهلأ صارت الفرصة بإيدها. كملي وظايفك. لا أنا بدي ألعب. أوكي أروهي، أنا عندي فكرة. هلأ كملي وظايفك بسرعة وخلصيون، وبعدين أنا سومان وستك مع بعض رح نلعب معك. لحظة شوي، بدي ورجيكي شغلة. شوفي هلأ شغلة عن رفيقتي الجديدة. رفيقة جديدة؟ نحن ما كنا رفقات قبل، مو أنتو هيك بتقولوا إنه ما لازم نحكي مع الناس الغريبة؟ لهذا السبب أنا وياها ما كنا رفقات قبل، بس هلأ طبعاً نحن صرنا رفقات كتير قرابة بعض وصداقتنا خاصة. طيب هاي رفيقتك الجديدة شو اسمها؟ الأنسة مهيني. أنسة؟ أنسة؟ أروهي رفيقتك الجديدة أكبر منك؟ هي مو بس أكبر مني، هي كتير كبيرة. كبيرة كتير؟ شو قصدك يعني؟ أنا قصدي هي عندها بنت عايشة مع أمي بين النجوم بالسما. طيب ليش عم تحكي معها بهالموضوع؟ أروهي أنا قلت لك. خلص جانفي مو مشكلة، هي لأن أروهي كتير حبابة لهيك الكل بدهم يصيروا رفقاتها. بس سمان أنت بتعرفي. بس جانفي أنا بعرف كل شيء، بس مو ضروري أروهي تعرف كل التفاصيل، مو ضروري. أروهي فيك تكوني صديقة لمين ما بدك، مو مشكلة. بالحقيقة نحن الاثنين هلأ بدنا نقابل صديقتك. ها نحن كمان رح نصير رفقاتها، رح نصير رفقات.
أنا بتمنى أني حبك كتير، أنا بدي أشوفك. أنا شايفة ملصقات جديدة بكل المدينة. هدول مالهم ملصقات لفيلم، الظاهر أنه حاطتهم شي حدا وقع بالحب. رح تجي، رح تكسر كل الحواجز ورح تاخد كل المخاطر. مايا بدها تقابل أرجون. طيب كيف عرفت هالشي أخي؟ أنا بعرف يا أيان، تصرفها بيدل على هالشي. هي أكيد رح تجي تقابلني، وباللحظة اللي رح تجي فيها أنا رح حط حد لكل شي، لكل هاللعبة السخيفة. أخي الشرطة عم تدور علي هلأ، نحنا لازم نترك هالشي لإلهم. الشرطة؟ أنا تركتها للشرطة يا أيان، ومايا ببساطة خدعت الشرطة. ما بقى فيني أنطر مايا أكتر. 5 سنين وأنا ناطر مايا لحتى تجي. أنا كنت خايف من أنه تجي وتخرب سعادتنا، بس هلأ خلاص الانتظار رح يخلص. هلأ شو عم تخطط تساوي؟ اللي أرجون شو عم تخطط تعمل؟ مدام مايا، أرجون عم يعمل خطة لحتى يوقعك فيها. مايا ما بتوقع بالفخ، مايا ما بتوقع غير بالحب وبس. تعرف لألواني؟ العنكبوت عبد للشبكة وهو ما بيقدر يتحرك بعيد عنا. خطة أرجون اللي بده يوقعني فيها طبعاً هو رح يوقع فيها. أنا كنت عم خبر أيان إنه الشرطة تعمل اللازم وأنا ما في داعي أعمل شيء. أصلاً طبيعي إنه الشرطة رح تعرف بسرعة كبيرة مين اللي عمل هذا الشيء. بس في أي أخبار عن اللي عمل هذا الشيء؟ الشرطة عم بتحقق بكل شيء هلأ. أنا رح ارتاح شوي، وبكل الأحوال أنا قدمت تعويضات لكل الأطفال ووقفت الإنتاج شوي لنحل القصة. إيه أنا وأخي كنا عم نحكي إنه هلأ خلص إجا وقت عطلة الصيف تبع أروهي، والجو كتير متوتر والمعمل مسكر. طالما الأمور كتير متوترة تعي نروح على لندن. إيه صحيح، إيه أنت جنيت شي أيان؟ ما فينا نترك كل شي ورانا ونروح على لندن، الناس رح تفكر إنه عم نهرب. هذا اللي عم بحكي. أنتوا خلص روحوا، إذا الشرطة عندهم شغل معي بيحاكوني، أنا بجي بعدين بلحقكم لهني. أرجون أنا ما رح أتركك لحالك وروح لهني. ما رح ضل كتير، بس يومين. أنتوا سبقوني وأنا رح ألحقكم، بس يومين. ليش عم بتفكر كتير؟ أنا ما فكرت كتير بالقصة على فكرة، حجزت البطاقات بدون أي تفكير. بكل الأحوال نحن رح نسافر بالطيار اللي جاي. نعم؟ نمشي هلأ؟ هلأ أرجون نحن ما فينا نمشي هلأ، اليوم أروهي عندها امتحانات البالي، ما فيني خليها تغيب أبداً. سانج أرجون أنا ما رح خلي أروهي تغيب عن الامتحانات أبداً. أوكي؟ أوكي ماشي، خليها تقدم الامتحان وبعدين روحوا فوراً. بس ماشي؟ أرجون خلص النقاش هلأ، يلا روحوا رح ألحقكم بعد يومين. أخي ما بصير إنك تخبي موضوع مايا عن سانج. لا أيان، إذا سمعت عن مايا سانج ما رح تتركني بحالي أبدا. رح أدافع عني ضد مايا، رح أتوقف ضدها بكل شيء. ما فيني خلي أي أذى يصيب سانج. أيان سانج ما لازم تعرف أي شيء عن مايا، وهلأ بدي إنكم تروحوا وتسافروا بسرعة، بعدين أنا بتصرف. أنا بعرف كيف أتعامل مع مايا.
أيان، لازم تدير بالك كتير على العيلة. يلا روح هلأ بسرعة، روح زبط الرحلة كلها، انتو لازم تسافروا. انت هلأ عملت حركتك، صار دوري، انا رح اتحرك. أرجون حكى معي، لهيك لازم روح لعنده بسرعة. خمس سنين أرجون، خمس سنين. الرغبة بشوفتك كانت عم تحرق لي قلبي من جوا. هلأ إجا الوقت لناخد الأمور لمرحلة جديدة ونبلش. أرجون، وينك أرجون؟ وينك أرجون؟ الرصاصة اللي رح تقتلك ناطرتك بهذا المسدس يا مايا. أنا رح أقتلك إذا قربتي على حياتي مرة تانية، ديري بالك مني كتير. هاي الرصاصة مكتوبة باسمك أنت يا مايا. تعي أرجون ناطرك من هلأ لحتى توصلي لقتلك. عيان، انت اللي رح تسوق، اوكي؟ ما بدي توقف ابدا بالطريق، انتبه كتير لتوصل على المطار، خذ بطاقة الطيارة وفوتوا على الطيارة فورا. ماشي، رح روح وجيب باقي الاغراض. وينك هلا يا مايا؟ صوتي لازم يكون وصل لعندك خلال هالوقت. خليني شوفك لحالك أرجون، أنا أكيد رح كون ناطرتك. رح يصير في دم كتير يا مايا، دم. شوف يا معلم، في شي مشكلة؟ لا ولا شي. طيب يلا استعجلي سومان. لك شو في؟ شو صاير؟ ليش هيك رح نسافر بهي السرعة؟ لا تخلوني عصب. ايه كل شي صار جاهز. اسمعيني، بتروحوا فورا على مدرسة البنت وبتاخديها وبتروحي على المطار دغري، ما بتوقفي ابدا بالطريق، اوكي؟ وخبريني اول ما تصيري بالطيارة واول ما تهبط كمان وبكل لحظة، ماشي؟ يلا روحي. استرخي أرجون استرخي، نحن رايحين رحلة، ما أنا رايحين على الحرب، شو بكون مستعجلين؟ يلا يلا. سومان عمتي، أنا كنت عم فكر أنتوا تروحوا هلأ وأنا بلحقكن مع أرجون بعد يومين. شو رح تعملي إذا ضليتي؟ أنا عندي كتير شغل هلأ، روحي. ليكي أنا رح خلص كل شي وإجي لعندك، أوكي؟ روحي وانبسطي وصرفي مصاري وتسوقي كتير، صحيح؟ مو تروحي تتسوقي من المحلات الرخيصة؟ أنتي هلأ صرتي غنية. لا أنا ما بدي روح، أنا بدي روح معك أنت، بعدين أنا هلأ رح ألغي حجز الطيارة تبعي. لك أنت جنيتي شي؟ عم قلك روحي هلأ وبس، أوكي؟
أنا آسف سانج، صرخت عليكي بدون أي سبب، بس أنا متوتر شوي بسبب ضغط الشغل. لازم تروحوا. ليش عم حس إنه في شي كتير غريب؟ معقول يكون أرجون مخبي علي شي؟ بيتر. إيه معلم. شغلك خلص بهذا المكان. بس معلم أنا رح خبرك إمتى ترجع. طيب أستاذ، مثل ما بدك. سانج، أنت متأكدة؟ ضبيتي كل الأغراض تبعنا منيح؟ شو حبيبتي؟ أي سومان، ضبيت كل شيء. شو في سانج؟ العمى هالقصة، نسيت جواز السفر بالبيت. كنت عارفانة، شو كان في داعي للسرعة والعجلة؟ كلكن يلا 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 أيان، لفوا خلينا نرجع بسرعة. يلا تعرق واسمعي شوي. جواز السفر، جواز السفر. أرجون آخ منك. إذا ما ضليت معه بالبيت رح يخبص. تعال لحالك بدون حدا ولاقيني، رح كون ناطرتك، رح يكون في سفك للدم وقت نلتقي أنا وأنت. بعطيكي وعد مني إلك، باليوم اللي رح تتجوزي فيه أرجون وتعملوا عرس، انتي لازم تكوني جاهزة للجنازة تبعه. بسبب مايا هلأ أرجون هو بده يبعدنا؟ مايا رجعت من جديد. سانج وين انتي؟ سانج شو صار معك؟ شو هاد أيان؟
أنت خسرت البنت اللي كانت معك، لهيك أنت عم تدور علي هلأ. هلأ أنا كنت موجودة دائماً معك، صح أرجون؟ قدام عيونك ناطر. كنت ناطر هاللحظة من 5 سنين. هاي هي اللحظة يلي لازم تموتي فيها. يلا قتلني. شكراً لك أرجون. مع أنه ما في حب، بس نطرتني لهلأ بكل هالكراهية. بس مايا، انتظاري خلاص هلأ، وإجا وقتك لتموتي أخيراً. اللي عنده سبب ليعيش هو اللي بيخاف من الموت بالعادة، بس انت قضيت على السبب اللي بيخليني عيش. وكرمال هديك الحقيرة والتافه سانج، انت تركتني، انت بعدتني عنك. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.